وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن، أو تنضم إلينا عفوا، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا ومرحبا بك دكتورة. بداية، كيف ترين أوضاع النازحين العراقيين في مناطق النزوح، وإلى أي مدى تستوفي مخيمات النزوح المعايير الدولية؟ السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، حيا مشاهديكم الكرام. حياك الله. يعني مع الأسف الشديد، يعني وهذا الشيء واضح للمتابعين لموضوع النازحين، أن المخيمات النزوح في العراق تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية الكريمة. ومخيمات النزوح هي عبارة عن مستوطنات للأمراض والجوع والفقر وانعدام الخدمات، والنازحون يعانون من هذه الأوضاع بصورة كبيرة، وشاهدنا كيف وحجم كمية وعدد الأمراض التي انتشرت بين النازحين، بالإضافة إلى يعني افتقارهم إلى يعني الرعاية الصحية الأساسية التي تساعد في ضمان حياتهم، الجوع وقلة الخدمات، المياه لا تصل بصورة مناسبة. الحقيقة الحكومة العراقية تعمدت إهمال موضوع النازحين وملف النازحين، وهذا تسبب في تدهور أوضاع النازحين. نعم، يعني الحكومة أو السلطة في بغداد كان لها قرار، وهو دمج المخيمات فيما مع بعضها البعض، كيف تنظرين لهذا القرار؟ نعم، يعني هذا الشيء متوقع، خاصة مع إعلان الأمم المتحدة عن يعني خفض نسبة المعونات والمساعدات للنازحين، بالإضافة إلى الإهمال الحكومي وعدم استيفاء الشروط الأساسية في المخيمات. طبعا الحكومة أيضا تريد أن تقول للعالم أنها يعني أعادت النازحين إلى يعني مناطقهم، ولهذا اتخذت قرار دمج مخيمات النازحين، ولكن هذا القرار سوف يؤدي إلى تدهور يعني الأوضاع النازحين أكثر وأكثر، خاصة وأن ذلك لن يساعد في حل ما يعانيه النازحون، بل على يعني العكس من ذلك، يعني هذا سوف يؤدي إلى اكتظاظ المخيمات التي هي أصلا مكتظة بأعداد النازحين الذين لم يعودوا إلى مناطقهم. نعم، هل برأيكم يعني يمكن عودة النازحين إلى مدنهم في ظل الأوضاع الأمنية الحاصلة اليوم؟ لا، بالتأكيد، يعني هؤلاء النازحين مناطقهم ومنازلهم مدمرة بنسب عالية وكبيرة، ولم يعني تجري أي إعادة إعمار لهذه مناطقهم ومنازلهم من أجل أن تكون عودة للنازحين، بالإضافة إلى وجود القذائف والعبوات التي لا زالت في مناطقهم والتي تشكل تهديد على حياتهم، بالإضافة إلى افتقار مدنهم إلى أبسط المخيمات الأساسية. هذا يعني أن عودتهم هو بمثابة زيادة في أعداد القتلى من النازحين. نعم نعم، كانت معنا من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.